سلام على صفرة رمضان. رمضان كريم وتحية طيبة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة الأو تي في. مثل ما عودناكم يوميا في عنا ثلاث وصفات مترفين أنا وياكم خلال هيدا الشهر الفضيل، نسبنس جناح بوصفات رمضانية مميزة وأيضا أطباق من اللحوم العالية الجودي، اللحم الأمريكاني. يعني عن جد يا سلام، عن جد على صفرة رمضان. ها هني طبعا الوصفات اللي عم نقدم لكم اياها خلال هالشهر الفضيل من اول حلقه لليوم، واليوم بيتجدد موعدنا مع ثلاث وصفات، ثلاث طبخات. في عنا الروستو المدوقه محشيه بالفطر، عن جد نكهه رائعه، اللحمه لحم التشاكرول من اللحوم الامريكيه جاهزه عندي، راح احط لها زيت زيتون رشه، ملح رشه، بهار، واكيد وانني احنا اكيد خلطه الشيف حسين اللي بتعطي نكهه مميزه ورائعه. هيدي اول وصفه. ثاني وصفه، نحن صرنا قريبين للعيد، انا بدي لكم ان شاء الله ينعاد عليكم، عندي اليوم معمول العيد ايضا، وايضا في عندي كبه البطاطا. ثلاث وصفات. هلا انا صار فيني اقول لكم جيبوا الدفتر وحضروا القلم لحتى نبلش بوصفاتنا. في عندي معمول العيد. هون من الضروري كتير تسجلوا المكونات قدامكم على الورقة، لأن إذا ما التزمتوا بالمقادير ما رح تزبط عندكم هيدي الوصفة. بالنسبة لمعمول العيد، ولكن بتعرفوا في عدة وصفات من المعمول العيد، ولكن أنا اليوم رح أحضر لكم إياها بوصفتي أنا. عندي سميد ناعم كيلو، ايضا وايضا عندي من السمن 2 كوب، خميره معلقه صغيره، حليب بودره 3 معالق صغار، سكر بودره عندي نص كوب، مسكه معلقه صغيره، ماء الزهر كوب، عندي كمان وكمان الحشوه، عندي تمر مطحون كوب، زنجبيل بودره نص معلقه كبيره ايضا، وايضا زبده معلقه كبيره، وعندي جوزة الطيب رشه، لكن عندي سميد راح ضيف للسميد الحليب، لكن عندي سميد وعندي حليب قدامي راح اجي ضيف لالون سمنه، لكن سميد وحليب، وهلا عم نضيف السمنه راح احركهم انا مع بعض، لكن مثل ما عم بتشوفوا يا سلام على هالريحة، سميد مع الحليب يا سلام، نفركن منيح جيدا بهيدا الشكل لحتى تفتح حبة السميد، وهون يستحسن ننقع السميد قبل بيوم بقليل من السمن، لكن نكهة مثل ما عم بقولكن نكهة رائعة. هيدا هو السميد يا سلام، خلينا نشوف السميدات، لكن مثل ما عم بتشوفوا بلشنا سميد حليب بودرة، نخلطهم مع بعض بهيدا الشكل، كمان وكمان، عن جد عجينة مميزة. نستعين أيضا بالسكر بودرة، كمان منحط من سكر البودرة وبنخلطهم مع السكرات بهيدا الشكل. يا سلام على هالوصفة الرائعة. برجع بذكر كل المشاهدين عم بيتابعونا، عم نحضر معمول العيد، حطينا سميد، المكونات طبعا ترجعوا بتشوفوهم بعد شوي على الشاشة، حطينا لكين سميد، حطينا ايضا وايضا سمنة، حطينا سكر بودرة بهيدا الشكل، نرجع ناخد كمية ايضا وايضا من السمن، منسقيها بالسمن بهيدا الشكل. يا سلام عن جد، نخلطهم ايضا بهيدا الشكل، كمان بجيب من ماء، عندي من ماء الزهر اللي هو بيعطي نكهة مميزة، عندي كمان وكمان من الخميرة، بالإضافة كمان عندي من المسكة، اوكي نخلطهم بهيدا الشكل. يا سلام عن جد على هالوصفة الرائعة لحلقتنا لليوم.
هاي العجينة صارت جاهزة عنا بهيدا الشكل. عن جد يا سلام على هالعجينة. رح حطها أنا، خلينا نشوفها. لكن هيدي عجينة معمول العيد، صارت جاهزة عنا. رح حطها على جنب ريحها، وبهالوقت رح اجي دغري احضر للحشوة. الحشوة في عندي تمر، لكن بلشنا مثل ما قلت لكم حضر للحشوة. في عندي تمر، لحتى نشيل اول وصفة لحلقتنا لليوم نفوتها على الفرن. عندي تمر، بحط من الزنجبيل بهيدا الشكل، وفيكن تحطوه لمثل ما خبرتكن من الهيل المطحون. رح اجي انا ادعك التمر مع الزبدة مع الزنجبيل. هيدي حشوة المعمول، عندي معمول بالتمر، ولكن انتو كمان فيكن تعملوا معمول بالجوز، معمول بالفستق الحلبي، معمول باللوز، حسب ما انتو بترغبوا. هيدي هي الحشوة بهيدا الشكل. عم بدعك انا طبعا التمر مع الزبدة مع الزنجبيل، ومثل ما قلتلكن فيكن تحطوا لها من الهيل المطحون. اوكي، هاي الحشوة كمان جاهزة عنا، بنحطها على جنب. نجي للروستو. بالنسبة للروستو كمان رح احضر لها حشوة للروستو. رح احط قلاية على النار، لكن بنحط قلاية على النار. شو في بالقلاية؟ عندي بصل، رح اجيب البصلة، خلينا نلبس كفوف لنبلش نقلي بصل مع فطر الطازج مع الثوم مع الزبدة، ناخد نكهة عن جد رائعة. لكن بلشنا بالوصفة الثانية لحلقتنا لليوم، الروستو المدوقة بحشوة الفطر بلحم التشاكرول الأمريكاني العالي الجودة. بصلة رح اقطعها بهيدا الشكل. رح لكم انا شو بدنا للروستو، او خلينا نبلش نحن بالحشوة. بدي للحشوة بصل، ثوم، زيت زيتون، ايضا زبدة، فطر طازج، ملح، بهار. هاي بالنسبة للحشوة مع جبنة الموتزاريلا. اما بالنسبة للحمة، عندي من لحم التشاكرول المفروم ناعم مع ملح وبهار، ورح ضيف لها كمان من زيت الزيتون. لكن بلشنا بالبصل جوانح بهيدا الشكل. رح جيب الثوم، رح حط ايضا وايضا، لكن صار في عندي بصل هون، رح ضيف التوميت بهيدا الشكل. يا سلام على هالوصفة. لكن عندي بصل، عندي ثوم، بالإضافة للفطر الطازج. مثل ما عم بتشوفوا بلشت بتقطيع الفطرات، لنضيفهم فوق البصلات. بهيدا الشكل فطر طازج هون ما منغسله، بذكر كل ستات البيوت فطر الطازج او منقشره او منمسحه تمسيح. رح ضيف الفطرات فوق البصل. برجع بخبركم عم بحضر الحشوة للروستو المدوقة بلحم التشاكرول اللحم الامريكاني العالي الجودة. هون ضفت انا الخليط البصل مع الفطر مع التوم، نقلبهم مع بعض بهيدا الشكل. نرجع نحطها على النار. وهلا شو رح نعمل؟ رح اجي العجينة عم نريحها، رح اجي لحضر. عم نحكي نحن عن عجينة المعمول لحتى نخبركم عنها. نجي هون عندي للحم لتشكره للحم الامريكاني، بدعكو منحط له. لكن رح بلش باللحمة، رح حط لها
زيت الزيتون بهذا الشكل. رح احط له ايضا وايضا، خليكم عم بتتابعونا، رح احط كمان من الملح، يا سلام، رشة بهار، ما بدي كتر لان بدي اجيب بهارات خلطة سرية للشيف حسين. هون عندي ملح، كمان بستعين ب خلطة الشيف حسين، الخلطة السرية لهالوصفة. بهارات طبعا، بهارات خلطة بهارات مميزة مستعملها مع الدجاج والأسماك وأيضا اللحوم. وهلأ منبلش دعك بهيدي اللحمة مع البهارات، بنخلطها كتير منيح. بعد ما نخلطها شو رح نعمل؟ هلأ بقولكن أنا شو بدي سوي. بدي أحشيها بالحشوة الموجودة عندي على النار، البصل مع الفطر مع التوم. وبرجع بعيد لكل المشاهدين اللي انضموا لشاشة الأو تي في، ثلاث وصفات لحلقتنا لليوم مثل ما عودتكم يوميا. طبعا بيا سلام على سفرة رمضان هالوصفات الرائعة والمميزة. الحشوة على النار تركينا لحتى تصير جاهزة، أما اللحمة كمان صارت جاهزة عنا. خلينا ندعكها بعد شوي لا تتماسك عندي. هيدي هي اللحمة، اوكي، لحم لتشكرول الامركاني العالي الجودة. اوكي، لكن هيدي اللحمة صارت جاهزة عنا، رح اجي انا بهيدا الشكل نرجع ندعكها. مثل ما عم بتشوفوا لحمة مفرومة، يا سلام. برجع بضيف لها كمان من زيت الزيتون بهيدا الشكل. وبنرجع يا شيف حسين على عملية الدعك، الروستو المدوقة، لكن مثل ما عم بتشوفوا كمان وكمان بهيدا الشكل. يا سلام عن جد على هالوصفة الرائعة. خلينا نحنا نحضر اللحمة، نتركها قدامنا هيك لنجمعها على بعضها. اوكي، رح احطها للحمة على جنب، بغير كفوفة وبنرجع نشوف شو صار بالحلو. قبل ما نرجع للحلو، رح نجي نخلص الحشوة قبل ما نطلع بريك. رح احط لها كمان للحشوة من خلطة الشيف حسين، يا سلام، ايضا وايضا رح نحط لها كمان رشة ملح. منقلبها بهيدا الشكل، يا سلام على هالنكهة الرائعة. رح طفي النار واتركها على جنب. وهلأ صار دور نحشي هالعجينة. عن جد هالعجينة المميزة ريحتها غير شكل. رح نحشيها بحشوة التمر، انا ما رح جيب قالب، رح اعملهم اليوم بلا قالب، لكن هيدي هي العجينة. اوكي، لكن مثل ما عم بتشوفوا العجينة رح جيب من التمر، حشوة التمر عم نشوف هون، رح ياخد حشوة التمر بداخل هيدي العجينة، منسكرها. طبعا هيدي طبعا اسهل من طريقة الواحد يعني بيجيب المقطع او بيجيب القالب، هيدي طريقة اسهل. بس هلا بخبركم شو رح اعمل انا بهيدي الطريقة. رح ارجع كمان اعمل بهيدا الشكل، يا سلام عن جد. بيجي ايضا وايضا منجيب من تمر بحشيهم وبول، لكن رح اعمل انا كم حبة. اوكي، رح حضرهم، خليني بعد اعمل حبتين. برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا لشاشة الاو تي في، عم نحضر المعمول بالتمر بطريقة سهلة وسريعة. كمان وكمان بيجي، يا سلام عن جد على هالمعمول، ريحة غير شكل. التمر حطيت لهم من جوزة الطيب، حطيت تمر مطحون، زبدة، وأيضا فيكم تحطوا كمان وكمان من الهيل المطحون. لكن خلينا أسرع، فينا نأسرع فيهم نحن قد ما بدنا. كمان نجي بهيدا الشكل، يا سلام يا شيف حسين على هالوصفة الغير شكل. فرن حامي عندي على حرارة 180 درجة، ناطرني الفرن لحتى فوت هالصينية طبعا على الفرن، نشوي هل
عجينة معمول العيد الرائعة كمان بهيدا الشكل. وهون انا هودي عملت كم حبة، رح جيب شوكة بهيدي الشوكة رح اعملهم بهيدا الشكل. اوكي لكم كيف عملتهم بهيدا الشكل، كمان وكمان كمان وكمان. اوكي هيدا هو معمول العيد. ورح اعمل كمان انا، لكن رح اعمل ايضا وايضا كم حبة. في عندي قالب هون، هيدا القالب ليكو وينه شفتوه، هيدا قالب خشب. رح احضر انا كم حبة هلا على البريك، حطهم وفوتهم على الفرن. رح بلش انا، رح جيب هالحبة كمان حط فيها تمر، اعملها بشكل بول. اوكي خلينا نشوف على الكاميرا، بنحطها بهيدا الشكل، لكن مثل ما عم بتشوفوا بنحطها بهيدا الشكل. رح حطهم انا اقلبها، حطها بصينية وفوتهم على الفرن على حرارة 180 درجة. اما هلا خلينا نتوقف نحن وياكم مع بريك قصير وبنرجع سوا، لكن هيدي هي بريك وبنرجع. بدي اقول لكم مشاهدينا، ما زلت مترافق انا وياكم خلال هالشهر الفضيل من سبينس الجناح بالوصفات الرمضانيه المميزه الرائعه اللي باول فقره حضرت انا وياكم معمول العيد، معمول العيد بالفرن على حراره 180 مولعين من تحت ومن فوق، وايضا على الرف الشبكي بالنص. لكن معمول العيد فيكم ترجعوا تفوتوا على الويب سايت لليو اس اي 100 ام اي تشوفوا هالحلقة كاملة مع طبخاتها ومكوناتها. وأيضا بتفوتوا لعندي على انستغرام شيف دوت حسين عبد الساتر، واشتركوا بالقناة اللي إلي على يوتيوب شيف حسين عبد الساتر. أما هلا نرجع للأول، عندي لحم التشاكرول. قبل البريك جبت لحم التشاكرول، حطيت لها زيت زيتون، حطيت لها ملح، حطيت لها بهارات، خلطة الشيف حسين اللي بتستعمل لجميع انواع المأكولات. بنيجي منتابع مع بدنا نحشيها بحشوة الفطر. حطيت انا على النار زيت زيتون، قليت بصل، قلينا توم، فطر طازة، بالاضافة كمان حطيت من بهارات الشيف حسين اللي بيعطوا نكهة ومذاق رائع. هني بهارات وحدة، ما في بهارات للدجاج والسمك وايضا اللحوم، نوع بهارات واحد يستعمل لجميع الطبخات والوصفات. لكن رح اجي بهيدا الوقت جيب اللحمه، هيدي هي اللحمه اللي عم بتشوفوها، يا سلام لحم التشاكرول، اللحم الامريكاني العالي الجوده. طيب هاي اللحمه عندي، رح اجي انا بهالوقت حط اللحمة مثل ما عم بتشوفوا كيف عم بحط اللحمة، لكن منمد اللحمة بهيدا الشكل. بعد ما دعكناها بزيت الزيتون، عن جد يا سلام على نكهة هاللحم الرائعة، لحم التشاكرول، اللحم الامريكاني العالي الجودة، عن جد غير شكل. لكن كمان وكمان مثل ما عم تشوفوا كيف عم بمدها. هلا صار الوقت لاجيب هالحشوه الشهيه، الحشوه الطيبه المميزه، نحشي فيها بهيدا الشكل. يا سلام حشوه هالفطر. اوكي بهيدا الشكل يا عين. كمان بجيب ايضا وايضا وين الملح، بنملحها قليلا بهالشكل. ومنجيب عندي جبنة الموتزاريلا المبروشة كمان بهيدا الشكل. يا سلام على هالوصفة الغير شكل، لكن روستو محشية بالفطر وجبنة الموتزاريلا. وهلأ صار الوقت لحتى نلفها بهيدا الشكل. اوكي
نلفها بشكل ساندويش. يا سلام عن جد على الوصفة المميزة. اوكي شفتوا كيف لفيناها؟ منطبقها كمان بهيدا الشكل، منسكرها من اليمين ومن الشمال وبنرجع كمان نعملها بهالشكل، ايضا بهيدا الشكل. لكن روستو المدوقة عم بتشوفوا بهيدا الشكل، اخذنا الشكل اللي بدنا اياه، مبيني عنكم على الشاشة. اوكي يا سلام، هيدي هي الروستو المدوقة بحشوة الفطر وجبنة الموتزاريلا. لكن لفينيها بهيدا الشكل، رح جيب ورق الألمنيوم كمان منلفها بهيدا الشكل. يا سلام على هالوصفة الغير شكل، نرجع منلفها كمان بالطول. يلا وهلا هيك صار جاهزة عندي هالساندوش الغير شكل. رح جيب انا الصينية، رح حطها بالصينية ونزمها شوي، وهلا صارت جاهزة لشو؟ لحتى تفوت على الفرن. خلينا نجي على الفرن بهالوقت ونشوف شو في عنا بالفرن. يا سلام عنا بالفرن طبعا عندي المعمول، نحن ناطرين المعمول لحتى يستوي. طيب لكن رح احضرها، رح احطها انا تحت المعمولات او فوق المعمولات لحتى تصير جاهزة عنا. يا سلام بقوي هالنار شوي، بظبط الحرارة 180 درجة، وبرجع بذكر كل المشاهدين لنضموا لشاشة الاو تي في. عنا ثلاث وصفات، رح ارجع اخبركم من البداية عن وصفاتنا لحلقتنا لليوم. عندي لكن الروستو لحم التشك رول، الروستو المدقوقة بلحم التشك رول بحشوة الفطر ايضا وايضا معمول العيد. رودي بدنا نعزبك ترجع تمرقي المكونات لمعمول العيد. بالنسبة عندي كيلو من السميد الناعم، عندي ايضا وايضا سميد، لكن بنرجع سميد ناعم كيلو، سمنة عنا 2 كوب، خميرة معلقة صغيرة، حليب بودرة 3 معالق كبار، ايضا وايضا سكر بودرة عندي نص كوب، مسكة معلقة صغيرة، ماء الزهر كوب. هيدي بالنسبة للعجينة. أما بالنسبة للحشوة، عندي كوب من التمر المطحون، زنجبيل بودرة نص معلقة صغيرة، زبدة معلقة كبيرة، هيل مطحون أو جوزة الطيب نص معلقة صغيرة، بتاخدوا نكهة ومذاق رائع. نحن العجينة أول شيء حطينا السميد مع الحليب البودرة، جبنا سمن دعكناهم بالسمن. إذا أنتوا في عندكم وقت ريحوا العجينة 5 ساعات بالسمن ورجعوا حطوا باقي المكونات. باقي المكونات اللي هي ماء الزهر واللي هي أيضا وأيضا سكر البودرة طبعا، وتخلطوهم مع بعض. بعد يصير عندكم عجينة متماسكة، بتحضروا الحشوة، تخلطوا التمر مع الزبدة بالإضافة للزنجبيل، تدعكوهن منيح، تحشوا العجينة بقوالب بتعملون بشكل بول بالبتكونية، بتفوتوهن على الفرن، بتحطوهن بالصوينة، بتفوتوهن على الفرن على حرارة 180. نسيت لكم كمان منحط لها من الخميرة. أنا دعكتهم حشيتهم، فيكن تحشوها بحشوة الجوز، فيكن أيضا وأيضا تحشوها بحشوة الفستق الحلبي. هيدي الوصفة موجودة بالفرن على حرارة 180 درجة، أنا عملت شكلين، الشكلين موجودين بالفرن. أما منجي للحم التشك رول،
لحم التشاكرول فرمتها ناعمه، حطيت لها زيت زيتون ملح بهار، خلطه الشيف حسين، دعكتهم كثير منيح، مديتهم على ورقه الزبده، حضرت الحشوه اللي هي عباره عن زيت زيتون بقلايه مع الفطر مع البصل مع ايضا الثوم، قليناهم، حطينا بهارات الشيف حسين مع رشه ملح، حشيت فيهم الحشوه، حشيت فيهم اللحمه، حطيت جبنه موتزاريلا، لفيناها بشكل ساندويش وصارت موجوده بالفرن لحتى شيلها وقدم لكم اياها لسفرتكم الرمضانيه. طبعا وطبعا فيكم تقدموا معها، لان حشيها انا بحشوه الفطر، فيكم تقدموا معها صلصه الفطر، بخبركم عليها بعد شوي. اما هلا خلينا نتوقف نحن وياكم مع بريك قصير وبنرجع سوا. بالعودة لكم مشاهدينا من سبينس الجناح بالوصفات الرمضانية المميزة اللي بلشنا فيهم من بداية حلقتنا. كان في عنا ثلاث وصفات معمول العيد، الطبق الرائع الغير شكل، كمان وكمان عندي لحم التشاكرول روستو مدوقة بحشوة المشروم، ايضا عنا كبة البطاطا. يعني يا جماعة طبق من المشرق وطبق من المغرب. يلا نجي لكبة البطاطا، لكن عندي صاروا جاهزين عندي هون، هيدا معمول العيد جاهز عندي حاضر ناضر، بده رشة سكر بودرة وبقدمه. الروستو بالفرن بعد ما خلصت. نجي للبطاطا، كبة البطاطا بدي بطاطا مسلوقة 5 حبات، زيت زيتون 5 معالق كبار، برغل اسمر ناعم بدي كوب، دقة الكبة ايضا وايضا بدي بصل حبة، برش حامض 2 معلقة كبار، نعنع بدي 15 ورقة، بدي حبق اخضر ايضا وايضا 5 ورقات، كمون معلقة صغيرة، ملح معلقة صغيرة، ومنقدمها مع هالخضار البلدية القروية. برش حامض، بطاطا مسلوقة، برش حامض فلتناهن اجوا بقلبن. منجيب كمون، رشة، منجي دقة الكبة كمان، يا سلام، نجي خلطة الشيف حسين ايضا وايضا بتعطي نكهة ومذاق رائع، كمان مننكها بخلطة الشيف حسين. بالاضافة منجيب من البرغل، هيدا البرغل منحطه بهيدا الشكل، نسينا ننقعه، لا ما نسينا، بس البطاطا فيها مي والبرغل بيتشرب من البطاطا، فما تنقعوا البطاطا لكبة البطاطا، ما تنقعوا البرغل لكبة البطاطا. كمان منجي للحبق، عندي حبق اخضر، نحن بالكبة اللحمة او باقي انواع الكبة نطحنهم كلهم بالخلاط الكهربائي، ولكن انا عم بحب اتركهم كاملين هيك لحتى نتنعم بطعمة هالكبة. ايضا وايضا منجيب من النعنع الاخضر، بضيف نعنع اخضر مع الحبق الاخضر كمان بهيدا الشكل. منجي للبصل، ناخد بصل بهيدا الشكل، اخذنا كمية كافية، رح اطحنهم انا كمان بهيدا الشكل، لكن مثل ما عم بتشوفوا كيف عم بطحن البصلات. يا سلام على هالوصفة، عن جد رائعة والمميزة لحلقتنا وصفتنا لليوم. لكن كمان بصل، منحط ملح، يا سلام، بعد
منشمر عن زنودنا ومنبلش ندعك هالكبة. يا سلام على هالوصفة الرائعة، عن جد نكهة مميزة. لكن مثل ما عم بتشوفوا هالكبة الطيبة عن جد كبة شهية، فيني انا اعملها فراكة وفيني اعملها هايدي فراكة، ها فراكة كبة البطاطا. اوكي، لكن فراكة كبة البطاطا، بس انا ما بدي اعملها فراكة، بدي اسكبها بطريقة تانية، بدي اتركها كبة. اوكي، بهيدا الشكل منجيب القالب، عندي هيدا القالب رح ادهنه بزيت الزيتون، لكن رح ادهن هيدا القالب يلا بهيدا الشكل. ومنيجي يا شيف حسين لنسكب هالوصفة، خليها على مهلها ترتاح تستوي. منيجي ناخد من كبة البطاطا بهيدا الشكل، يا سلام، كمان نعملها ايضا وايضا. لكن بصل، دقة الكبة، كمون، برش حامض، حبق اخضر، نعنع اخضر، كلهم خلطناهم مع بعض. اوكي، نحطها بالنص ونجيبها نشتغل فيها شوي حدنا. وهلا منجيب حبة بندورة بهيدا الشكل، يا سلام عن جد، كمان نزينها ايضا مثل ما عم بتشوفوا بهيدا الشكل. نستعين بطربون من النعنع الاخضر مثل ما عم بتشوفوا، لكن بهيدا الشكل ما خلصنا. نجي ايضا وايضا، في عندي فجل، يعني بتخيلوا هالالوان شو حلوه. انا بهالوقت بذكر بالسوشيال ميديا لليو اس ميت، فوتو يو اس اي ميت ام اي، بترجعوا بتشوفوا هالطبخات هالحلقات هالوصفات كلها على انستغرام وايضا على الويب سايت. كمان شو رايكم لوحة فنية كبة البطاطا، عن جد يا سلام على هالطبق الجميل، طبق رائع لسفرتكم الرمضانية. نجي من قعدوا محله هون ومنجيب طبعا ما فينا إلا ما نجيب زيت الزيتون، يا سلام حطينا من زيت الزيتون. ومنجي منغير كفوفنا بعد ما خلصنا كبة البطاطا، نجي للمعمولات. المعمول رح اسكبه بهيدا الصحن، كمان هول طبعا نحنا حطيناهم ب، عملنا قسم بالقوالب وعملنا قسم مثل ما عم بتشوفوا بولات وقطعناهم. هات لنشوف بعد ما خلصنا. يلا رح نجي نشيل الصينية على جنب، ورح جيب سكر البودرة. يلا انت معي هون. اوكي، وهيدي رشة سكر بودرة، يا سلام. هول المعمولات، معمول العيد. ويلا هات لنجي على الفرن. نحنا حطينا سكر بودرة ليطلع منظرهم حلو واجمل. طبعا انا بدي اشكر كل المشاهدين اللي عم بيتابعونا عبر شاشة الاو تي في. ثلاث وصفات لحلقتنا لليوم بلشنا فيهم من بداية يا سلام على سفرة رمضان، عن جد هالوصفات الرائعة. يا هلا، هون هيدي اللحمة المفرومة،
جاهزة هات لحتى نشوف شو صار في عنا. طيب خلينا ننظف حوالينا، خلينا نشيل حوالينا هالفجلات. يلا ان شاء الله ما نحرق ايدنا. بلشنا يعني رودي بلشت تقول لي خلص الوقت ومضطر استعجل لحتى بلشت شلوت ايدي. خلينا نشوف. يا سلام هات لحتى خليني شوي هات لنشيلها نحطها على جنب لننظف نحن لوحة التقطيع بهالوقت، لنحطها على لوحة التقطيع نفرمها. وبهالوقت خليني خبركن شباب نطفولنا هاللوحة واعطونا اياها لو سمحتوا مع السكينة. خلينا نحن نعمل تنظيف صغيرة هيك بمطبخنا، تنظيفة سريعة لنبلش ننهي حلقاتنا ووصفتنا. يلا يلا عندي لحم التشاكرون، لكن الروستو، لكن عندي الروستو المدوقة المحشية بالفطر الطازج. قطعة التشاكرول هي قطعة من اللحوم الأمريكية اخدينا نحنا بين الكتف والرقبة. لا هي كتلة عضلات بيقدر الشيف يفصلها عن بعضها. فينا نعمل منها ستيك، فينا نعمل منها روستو مثل ما عملنا هلا، وفينا نعمل منها يخانات، وفينا نعمل منها كفتة، فينا نعمل منها برجر. أهم شيء نحنا هيدي القطعة نقطعها عكس الأنسجة لحتى تضلها طرية ما تقسى عنا. جبت هاللحمة أنا قطعت عكس الأنسجة، جبت المكنة طحنتها ناعم. بعد ما طحنتها ناعم حطيت لها زيت زيتون، حطيت لها خلطة الشيف حسين. هيدي خلطة الشيف حسين قريبا رح تلاقوها بكل التعاونيات بلبنان. بالإضافة حطينا ملح، حطينا كمان وكمان. هيدي الخلطة خبرتكم دعكناها كتير منيح. بعد ما دعكناها جبت ورقة زبدة مديتها بورقة الزبدة، وأيضا حشيتها الحشوة. الحشوة هي عبارة حطينا قلية على النار، في بقلبها زيت زيتون، في بقلبها أيضا وأيضا بصل، في بقلبها توم. دبلت البصلة مع التومية، جبت الفطر الطازة. ملاحظة بين هلالين لكل المشاهدين، الفطر الطازة ما بيتغسل، الفطر الطازة بيتقشر أو بيتمسح تمسيح فقط لا غير. فرمت الفطرات، قليتهم مع البصل، قليتهم مع التوم، ضفت لأنهم أيضا من خلطة الشيف حسين مع رشة ملح. مديناهم فوق اللحم المدوقة أيضا وأيضا حطينا رشة ملح وجبنة الموتزاريلا. لفيتها ورجعت لفيتها بورق الألمنيوم. خلينا نجيب لوحة التقطيع. رجعنا لفينيها بورق الألمنيوم. بعد ما لفينيها بورق الألمنيوم حطيناها بصينية وفوتناها على الفرن على حرارة 180 درجة لحتى صارت عندي بهيدا الشكل. وهلأ صار الوقت لنجي أنا وياكم نجيب هاللحمة. يا سلام نجي لهون لقدامنا. يلا أوكي بعدها سخنة اللحمة، لكن مثل ما عم بتشوفوا هالنار كيف عم تطلع منها. يا سلام على هالمنظر الرائع. طيب هيدي اللحمة نحن لازم نتركها شوي لحتى تبرد ولشيلها قدمها. أنا رح حاول رح أعمل مجهودي ما تفرط. هات لحتى نشوف. يلا رح نبلش بهيدا الشكل. يا سلام يلا. لكن مثل ما عم بتشوفوا كيف بلشت اقطع على اللحمة، انتو اذا انتو تركتوها تبرد اكيد 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 ما في خطورة تفرط. بس انا عم بقطعها بعدها سخنة، رغم انه عم بقطعها بعدها سخنة ما عم تفرط، يعني ماشي الحال. لا لا ما رح تروق حالي عين. وهلا منيجي يا شيف حسين بهيدا الشكل. خلينا نشوف حشوتها. يا سلام لكن هيدي هي الحشوة مثل ما عم بتشوفوها مع الجبنة مع الفطر، رائعة
رح اجي كمان بهيدا الشكل. يا سلام على هالطبق المميز من اللحوم الأمريكية العالي الجودة. كمان اوكي يلا هون عم نشوف نحنا كيف صارت عندي بهيدا الشكل. رح اجي هلا شو رح اعمل؟ قدمها. رح نجي كمان زينا. ويا سلام على هالوصفة، هيك وصفتنا لحلقتنا لليوم، لكن صارت جاهزة عنا. هيدا هو الطبق الرئيسي من اللحوم الأمريكية العالي الجودة مع يا هيدي هي لكن وصفتنا لحلقتنا لليوم. خلينا نشوف حلوة زبطة ممتازة. طيب كان في عنا ثلاث وصفات هيك قبل ما نشيلها، خليني فرجيكم اياها كمان. عم بتشوفوها، عم بتشوفوا الحشوة بداخلها. هيدي هي حشوتها وهيدي نكهتها. عن جد يا سلام على هالوصفة الرائعة. برجع بذكركم كان في عنا ثلاث وصفات لحلقتنا لليوم قدمتن لسفرتكم الرمضانية. يا سلام على سفرة رمضان. فيكن ترجعوا هالوصفات تشوفوهن على السوشيال ميديا لليو اس ميت، وايضا فيكن تفوتوا لعندي على الانستغرام شيف دوت حسين عبد الساتر وعملوا لي طبعا فولو، وايضا اشتركوا بالقناة الخاصة لي على يوتيوب. اليوم كان في عنا معمول العيد، وصفة رائعة. كان في عنا كبة البطاطا بهيدا الشكل الحلو. كان في عندي الروستو المدقوقة من لحم التشاكرول، اللحم الأمركاني، عن جد العالي الجودة. ثلاث وصفات مميزين. ما بعرف إذا بعد في عنا وقت، وقتنا خلص، انتهى وقتنا. لكن أنا بدي لكم رمضان كريم. عملوا لي فولو قبل ما تخلص الحلقة. خلصت الحلقة بس عملوا لي فولو، وبشوفكم بكرة الساعة 12:30 على الأو تي في بثلاث وصفات مميزين لسفرتكم الرمضانية. أنا بدي ودعكم وقلكم إلى اللقاء.